شكرا لك. تفضل. سمع الصوت. شكرا. يعني اليوم رشا نحن وصلنا طبعا لمحطة من المحطات المميزة جدا. اليوم عم نحكي عن الترنيم. الترنيم هو لغة طبعا روحية عميقة جدا في الدين المسيحي، وهي صلاة من الصلوات إلى الرب، لأنها طبعا يسبح فيها المرنم طبعا كل الصلوات التي نصليها أصلا لمسيح يسوع. فيعني هي تعبر عن وجود الله وتأثيره في حياتنا. أكيد سلمى، واليوم ضمن مساحتنا رح نحكي أكثر عن الترانيم المسيحية الخاصة بزمن الفصح، وضيفنا لليوم هو المرنم ليفون عباجيان، وهو مدير المدرسة البطريركية للترنيم البيزنطي. يسعد صباحك وكل عام وأنتم بألف خير. صباح الخير وينعاد عليكم. حقا قام المسيح قام. شكرا لك. شكرا. يعني بلشنا بأهم يمكن الترنيمات واللي الكل بيحبها وبيحب يسمعها. صحيح. بهذا اليوم، وهي المسيح قام من بين الأموات وطأ الموت بالموت، لنتحدث عن الترانيم وأهميتها، وخصوصا مثل ما قلنا بالبداية هي صلاة أخرى بين المرنم وبين الله. تمام. هلأ في احنا مقولة هي تنقال أنه من يرنم يصلي مرتين، فالترنيم هو حالة بدها تخلي الناس اللي بالكنيسة هي كمان تصلي. اليوم أنا بصلي عن حالي كمرنم، بس ليش مرتين؟ لحتى أخلي الناس كمان اللي بالكنيسة تصلي. بالأخص نحن كترنيم بيزنطي، كموسيقى كنسية بيزنطية، هي كمان تراث عريق جدا، وهي موسيقى سورية بالأصل، ولكن كانت بفترة الحكم البيزنطي وانكتبت بلغة يونانية، ثم تم تعريبها للغة العربية. فالترتيلة اللي سمعتوها بالبداية المسيح قام هي من الطقس البيزنطي وباللغة اليونانية وباللغة العربية. تمام.
ذكرت سلمى بالبداية أنه الترنيم هي علاقة روحانية، يعني ونحن ما شاء الله يعني من خلال أدائك يعني صرنا بعالم آخر. يعني خلينا هيك من خلال وجودك اليوم وبرأيك، هل اليوم الترنيم قد ايه له دور مهم بموضوع الخلاص؟ يعني مثل ما قلنا هلا نحن بعيد الفصح، عيد الفصح كان في قبله بنسميه الأسبوع العظيم المقدس، هي مسيرة الخلاص بالنسبة للكنيسة. فهذا الأسبوع ما فينا نفصله نحن عن الترتيل بأي شكل من الأشكال، الترنيم هو عنصر أساسي بهذا الأسبوع. وشو عنا نحن غنى بالألحان الكنسية يلي لها مئات السنين، بالنهاية نحن ما عم نطلع شيء مثلا مؤلف اليوم، هذا كله له مئات السنين، حتى يمكن 1500 سنة بعض الترانيم. فيلي كتبوا ألفوا هاي الترانيم هن آباء قديسين، رهبان عاشوا بأديرة، كان عندهم غنى روحي حقيقي لحتى قدروا ينقلوا لنا هذا الشيء، لحتى نحن لحد اليوم نحن محافظين على هاي التراتيل وهي الصلوات، ولحد اليوم نحن عم نرددها. فأكيد يعني الترنيم لا ينفصل أبدا عن الصلوات وعن هاي المسيرة اللي نحن عم نعيشها خلال الأسبوع العظيم المقدس وصولا إلى فرح القيامة. أكيد يعني ليفون، خلينا ونحن عم نحكي اليوم عن الترنيم كمان لازم نقول بأنه يعني لكل مرنم دائما مثل أعلى من المرنمين. من هو مثلك الأعلى من المرنمين؟ وقدي عم بتشوف اليوم تقييم أداء، خلينا نقول كورال الكنائس اللي موجود واختيارهم للترنيم؟ حقيقة هذا سؤال شوي صعب. هلأ كمثل أعلى اليوم نحن خلينا نقول كترنيم بيزنطي المضبوط، نحن في عنا مرنمين بالكنائس، ولكن نحن الهدف نقول نسمي الموسيقى في خدمة الكلمة. اليوم نحن مو هدفنا نحن كمرنمين انه نحن نظهر او انه يبين شخص، على قد ما مهم انه تبين الكلمة، تبين الجماعة، تبين الجوقة. اليوم مثل ما سمعتوا انه في معي شباب هن من تلاميذ المدرسة البطريركية للموسيقى البيزنطية رافقوني بشيء نحن بنسميه الإيسون، هو صوت ثاني بيرافق الترتيل الأساسي. فبالتالي نحن الموسيقى البيزنطية لا تعتمد على فرد، أكيد في مرنمين، أكيد في ناس عندهم أصوات كثير مهمة، ولكن نحن بهمنا الجماعة لحتى الكل يكون بجسد الكنيسة الواحد ويصلي مع بعضه. فبالتالي أكيد في جوقات كثير مهمة بكل العالم، ولكن مثل ما انا ما بحب انه يكون في شخص واحد، ولكن اكيد في جوقات كثيره مؤثره خلال حياتي. اكيد اول شيء بدنا نصبح على الشباب اللي مرافقينك لليوم، المسيح قام، كل عام وانتم بالف خير ويعطيكم الف عافيه. قبل ما نكفي حوارنا نحن كمان معنا بهذا الصوت الحلو، خلينا هيك نسمع شيء من حضرتك ترنيمه على ذوقك. فلنتفاءل
شكرا كثير لك. تفضل. يعني اليوم ونحن عم نحكي مع حضرتك، اليوم الترنيم مثل ما قلنا هو لغة تانية، لغة روحانية بتاخذنا لكثير بعيد. أيضا حضرتك درست بالمعهد العالي للموسيقى، هذا الشيء قد ايه يمكن فادك بالترنيم وقد ايه قدرت تعمل هي المعادلة بين الاثنين؟ 100%. اليوم الموسيقى هي حالة متكاملة. اليوم ما فيني أنا أقول أنه أنا بحفظ سماعي، بطلع برتل بالكنيسة بشكل بدائي خلينا نقول، غير أنه أنا لا أتقنت القصة بطريقة أكاديمية أكثر. اليوم المعهد العالي للموسيقى أكيد أضاف لخبرتي كثير من الأشياء. صحيح هي شوي نوع من الموسيقى المختلفة بالمعهد العالي، بنتعلم السولفيج، بنتعلم الألحان، المقامات الشرقية وهي القصص، هارموني، توزيع، ولكن هذا كله بالنهاية ضاف لخبرتي. وانطلاقا من خبرتي بالمعهد العالي كمان أسسنا أيضا برعاية صاحب الغبطة البطريرك يوسف العبسي المدرسة البطريركية للموسيقى البيزنطية، لحتى يصير في عنا بكل كنائس دمشق جوقات احترافية تتقن الموسيقى البيزنطية. اليوم الموسيقى البيزنطية تختلف شوي عن السولفيج، عن الخمس خطوط، مفتاح سول مفتاح فا، عنا شيء مختلف بنسميه نحن البسالتيكا، رموز كل رمز بيطلع أو بينزل على أساس مع هذا، كمان شيء كتير قديم. فنحن أسسنا هذا الشيء بدمشق بالتعاون مع عدة مدارس أيضا بلبنان، نحن على تعاون معهم لحتى ننهض شوي شوي، نخلي هاي الموسيقى ما تندثر ونضل محافظين عليها بطريقة صح. كونك ذكرت الموسيقى البيزنطية وحضرتك مشرف في التدريب فيها، خبرنا اليوم عن جهودكم لتحافظوا على هي الرسالة. تمام. نحن اليوم كمدرسة بطريركية اليوم نحن موجودين خلينا نقول بثلاث أو أربع كنائس بمدينة دمشق، وعندنا ثلاث مستويات حاليا. هي المدرسة أربع مستويات، ولكن من زمن التأسيس لليوم نحن طلعنا ثلاث مستويات. إن شاء الله السنة القادمة منخرج أول دفعة بهي المدرسة. فاليوم نحن مثل ما بنقول إنه عم نحاول ننشر هي الثقافة بأبرشيتنا بكنائسنا. عم نشتغل نحن هلأ كجوقة مدرسة بطريركية، كل شهر في عنا قداس بكنيسة من الكنائس المختلفة وبلحن مختلف عن اللي قبله، لحتى نخلي الناس تتعرف على يعني نحن بالأدديس بشكل عام نمشي على لحن أو لحنين خلال السنة، ولكن في كتير ألحان تانية بدها احترافية أكبر. فهي المدرسة هي الجوقة كل شهر عم تخدم قداس بكنيسة مختلفة وبلحن جديد لحتى تعرف الناس على هي الأمور. أكيد. وإن شاء الله السنة الجاية بيكون في عنا جوقة بطريركية بعد تخرج أول دفعة، وبنعمل أمسية مهمة ريسيتال بالدار البطريركي أكيد برعاية أبينا صاحب الغبطة إن شاء الله. يعني اليوم نحن اليوم عم نحكي طبعا مثل ما قلنا ببداية الحلقة، اليوم شهر رمضان المبارك مع عيد الفصح، أعياد مشتركة، وكمان لما بنحكي عن الترنيم كمان بيحضرنا الإنشاد، الاثنين هن إنشاد روحي وترنيم روحي، فيهم صلوات وتقرب من الله عز وجل بكل اللغات وبكل الأطياف. اليوم قديش في أهمية للترنيم البيزنطي؟ نحن مثلا هون بنقول في عنا أناشيد اختصت فيها دمشق واختص فيها المنشدين بسوريا، وأيضا خلينا نحكي شوي عن أهمية الترنيم البيزنطي بالأخص اللي بيختلف عن غيره. ذكرتي نقطة كتير مهمة. نحن اليوم الشخص خلينا نقول اللي وضع أسس الموسيقى البيزنطية، الألحان الثمانية، والقديس يوحنا الدمشقي. مين كان يوحنا الدمشقي؟ ابن مدينة دمشق، وأيضا كان هو وزير بالبلاط الأموي. فأكيد بوقتها كان في كتير ألحان مشتركة، ولحد اليوم في بعض الأمور خلينا نقول بالمقامات يمكن شوي طريقة الأداء تختلف، ولكن الجذر خلينا نقول واحد. يعني كلياتنا أولاد هاي المنطقة وتشربنا من نفس الألحان والمقامات. يعني فأكيد الموسيقى البيزنطية طلعت من هون مثل ما قلت، ما طلعت من اليونان، ولكن خلينا نقول لاحقا اشتغلوا عليها اليونان أكثر وطوروها، بس هي أسسها وقواعدها موجودة هون وبالشام تحديدا. يعني القديس على أيد القديس يوحنا الدمشقي. قبل ما نختم معك بترنيمة حضرتك بتختارها، خبرنا مين أو شو هي الترنيمة الأكثر تأثيرا كانت بحياتك؟ الترنيمة الأكثر تأثيرا هلا ما في شيء محدد، ولكن هي ترانيم الأسبوع العظيم بشكل عام هن الترانيم الأكثر تأثيرا. ممكن في إحساس برافقك خلال الأداء؟
أكيد يعني احنا كمستمعين أنا وسلمى اليوم يعني وصلنا إحساسك، فكيف أنت المؤدي لهذا الترنيمة؟ مثل ما قال يعني هي الموسيقى البيزنطية بتلامس الروح بالدرجة الأولى، فأنا أي شيء بالموسيقى البيزنطية في عندي هيك يعني علاقة خاصة فيها، فهيك الأمور ببساطة يعني كتير قريبة مني. طيب بالختام كمان حابين هيك نسمع ترنيمة من حضرتك طبعا من وحي يوم القيامة. تفضل. إن الملاك هتف نحو الممتلئ نعمة، أيتها العذراء النقية افرحي، وأقول أيضا افرحي لأن ابنك قد قام في اليوم الثالث. استنيري استنيري يا أورشليم الجديدة، لأن مجد الرب قد أشرق عليك. افرحي الآن وتهللي يا صهيون، وأنت يا نقية يا والدة الإله، اطربي بقيامتي لك. وبدنا نرجع نعيدكم ونقول لكم فصح مجيد وكل عام وانتم بالف خير، واكيد شكرا للشباب اللي رافقوك لليوم. شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم بكنيسه ماري يوسف. شكرا.